شكون اللي خلق الله؟ وكيفاش الله كاين من ديما وغادي يبقى ديما؟ كيفاش كيدير الله سبحانه وتعالى باش كيعرف المستقبل؟ علاش الجنون كيشوفونا وحنا ما كنقدروش نشوفوهم؟ ضروري غادي تكون فيه طاحوا عليك التساؤلات في راسك، وكاينين جوج ديال الحالات، يا اما خليتي هذوك التساؤلات عندك، ولا غادي تكون سولتي والديك ولا شي ناس كبار عليك في العمر والجواب ديالهم هو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وباللي ما خصكش تفكر ولا تبقى تهضر في هاد الامور. انا عاذرهم على هاد ردات الفعل ديالهم، حيت غالبا هما غير خايفينك تولي تشك في الدين ديالك، كيف ما قال لنا الله سبحانه وتعالى في سوره المائده الايه رقم 101: يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدو لكم تسؤكم. يعني ربما الوعي ديالك دابا ما واجدش باش انه يفهم شي امور، ولكن في التتمه ديال نفس الايه كيقول الله سبحانه وتعالى: وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. يعني هاد الامور ما تعمقش فيها وما تسولش عليها الا كان الوعي ديالك باقي سطحي وباقي ما مقلبش مزيان، ولكن بمجرد ما انك تكون ثابت في الدين ديالك ومؤمن بالله تعالى حق الايمان غادي يبداو يبانوا لك شي حوايج وغادي تبدا تفهم. وهذا الفيديو هذا درته باش نحاول نجاوبكم على هذوك الاسئله كاملين، والجواب غادي يكون مبسط وبواحد الطريقه ديال الخشيبات باش اي واحد كيف ما بغى يكون المستوى الثقافي ولا الفكري ديالو يفهم الهضره اللي غادي نقول. داكشي علاش بغيتك تركز معايا دابا مزيان، حيت الهضره اللي غادي نقول لك غادا تحل لك عقلك وعينيك وغتخليك تشوف العالم بواحد الطريقه اللي ما عمرك ما شفتيه بها من قبل. غادي نبدا لكم باكثر سؤال كيجي للناس في راسهم، واللي هو شكون اللي خلق الله. هذا السؤال كيف ما كيسولوه الملاحده والمشككين حتى حنا المسلمين بعض المرات كيجينا في بالنا وكنقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن الحل ماشي هو انك تهرب من السؤال، خاصنا نعرفوا شي حوايج باش نكونوا فاهمين ومقتنعين ان الله سبحانه وتعالى ما مخلوقش. وباش نبسطها لكم اكثر وتفهموها وغادي نعالجوها بواحد الطريقه كتضحك شويه. لنفرض سيدي عندنا واحد التبصيل ديال الفريت، هاد الفريت هذا عنده وعي وكيفكر وكيهضر، وفي هاد العالم ديال الفريت هما عارفين بلي الاصل ديالهم بطاطا وكيتقلاو كيوليو فريت. يعني بالنسبه لهم اصل الوجود هو القلي، كتكون بطاطا ولكن باش تولي فريته خصك تقلى. حتى لدابا نقدر نبان لكم غير كنخربق، ولكن غير تبعوا معايا، هذا غير مثال ولله المثال الاعلى. غادي نجي مثلا عند هذاك الفريت وغادي نقول لهم راه انا اللي قليتكم، ولكن انا في الاصل ديالي راني ما مقليش. هما على حسب الوعي ديالهم وشنو كيشوفوا في ذاك المحيط ديالهم كيعرفوا انه باش تكون فريته خصك تقلى. يعني ما غاداش تدخل لهم لراسهم وغيبقاو كلهم يسولوا شكون اللي قلى محسن باش ولا محسن، حيت هذاك هو حدود الفكر ديالهم وما يقدروش يفكروا اكثر من داكشي. ودابا غادي نرجعوا للقران الكريم والصوره اللي كلنا حافظينها اللي هي سوره الاخلاص. كيقول لنا الله تعالى: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. يعني الله سبحانه وتعالى كيقول لنا بلي عمرو ولد وهو بذاته ما مولودش، وحنا بما اننا كبرنا في واحد المحيط لاي واحد جا لهاد الدنيا كيكون تزاد، هذاك هو حدود الفكر ديالنا، يعني اوتوماتيكمون بغينا نطبقوها حتى على الله سبحانه وتعالى، حيت بالنسبه لنا على حسب الوعي ديالنا اي حاجه كاينه تولدت واحد النهار. ما نقدرش نبسط الفكره اكثر من هكا، ولكن الا ما فهمتيهاش غير عاود هاد اللقطه هذه وغادي تفهمها ان شاء الله. غادي ندوز دابا لثاني نقطه اللي فيها واحد جوج الاسئله كيتعاودوا بزاف. السؤال الاول هو كيفاش الله كيعرف المستقبل ديالنا، ياك حنا باقي ما عشناش كيفاش هو كيعرف؟ والسؤال الثاني اللي غادي في نفس السياق هو: من اللي الله خالقني وكاتب لي حياتي كامله؟ يعني راه هو اللي كاتب لي واش غنكون مزيان ولا غادي نكون خير، ومن اللي هو اللي كاتب لي هادشي علاش في الاخر غادي يعاقبني؟ دابا ركز معايا مزيان وخليني نشرح لك بعدا كيفاش الله كيعرف المستقبل، وغادي نعاود نعطيكم واحد المثال بسيط اللي غيخلي اي واحد يفهم هاد القضيه، وغادي نعاود ناكد لكم ان لله المثل الاعلى، وفاش كندخل راسي ولا شي واحد اخر في المثال راه غير باش نشرح لكم وتوصلكم الفكره. لنفرض حطيتك في واحد البيت اللي مسدود كامل وفيه غير واحد التقيبه صغيره في الحيط اللي يلاه تقدر تحط فيها عينيك وتشوف شنو واقع برا، وفي نفس الوقت اللي انت كطل من هذيك العين وكتشوف على برا غادي يبان لك واحد السيد واقف وكيصفق. بقى كيصفق شويه غادي يمشي وغيجي واحد السيد اخر غادي يبدا يصفق. حتى دابا مزيان، انت فاش كنتي كطل بان لك واحد كيصفق مشى جا واحد اخر كيصفق، يعني هذاك السيد الاول اللي صفق ولا في الماضي ديالك، وهذاك السيد الثاني اللي دابا كيصفق هو الحاضر ديالك. لنفرض في نفس الوقت اللي انت كطل من هذيك الحفره كاين انا مثلا الفوق ولا في السطح ديال هذيك الغرفه اللي فيها انت، وانا ما عندي لا حفره لا والو كنطل منه كيبان لي كلشي اللي على برا. يعني هنا في الوقت اللي انت باقي كتشوف هذاك السيد الثاني كيصفق اللي هو الحاضر ديالك، انا من الفوق كيبان لي هذاك الاول اللي ديجا داز، وكيبان لي الثاني اللي باقي دابا كيصفق حداك، وكيبانوا لي 10 اخرين اللي باقي ما دازوش عندك انت، وحتى هما كلهم غادي يدوزوا وغادي يصفقوا. يعني حتى المستقبل ديالك انت لتحت في هذيك الحفره كطل ديجا شفتو انا،
يعني في الوقت اللي انت كتشوف غير الحاضر انا قدرت نشوف الماضي والحاضر والمستقبل ديالك غير حيت البيرسبكتيف ولا الموقع ديالي مختلف على الموقع ديالك. فما بالك بالله خالق الاكوان اللي هو اللي حط هذا السيستم كامل. هادشي كله اللي بالنسبه لينا حنا ماضي وحاضر ومستقبل ما كاينش عند الله سبحانه وتعالى. الله تعالى عنده الامور كامله معروضه قدام، والماضي والحاضر والمستقبل ديالك ولا ديال اي واحد معروضين قدام الله سبحانه وتعالى، وقادر انه يبدل فيهم ويدير فيهم اي حاجه بغى. وهادشي اللي كيجاوب على الشق الثاني من السؤال، واللي هو ملي ربي كاتب عليا كلشي علاش في الاخر غادي يعذبني هو اللي كاتب عليا نكون خايب. الله سبحانه وتعالى حاط السيستم ديالو في الارض وخلقنا كاملين مخيرين، يعني انت اللي كدير الاختيارات وكتاخذ القرارات ديالك، والقرارات اللي كتاخذ هما اللي كيؤديو بك لداكشي اللي كتوصل له. وحاشا واش الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يكتب عليك تكون خايب وفي الاخر يعذب. وبما ان الله ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، فهو شايف حياتنا كاملين وعارف كلشي اللي غنديرو فيها وعارف النهايه ديال كل واحد منا. والحساب ديالك ولا ديالي ولا ديال اي واحد في هذا العالم غادي يكون بناء على القرارات والافعال اللي خدا هو ودارها. وحاشا واش الله سبحانه وتعالى يظلم شي واحد. غادي نزيد نجاوب على سؤال واحد باش الفيديو ما يجيش طويل بزاف. وإلا عجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات تقدروا تبقاو تسولوني وانا ان شاء الله غادي نبقى ندير لكم اجزاء اخرين ونجاوبكم فيهم. السؤال الاخير اللي غادي نجاوب عليه هو كيفاش الجن كيقدروا يشوفونا وحنا ما كنشوفوهمش. في سوره الاعراف الايه 27 كيقول الله تعالى: انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. غادي نخرج شويه على السؤال وغنهضر على واحد النقطه مهمه بالنسبه للناس اللي كتخاف من الجن والعفاريت والارواح الشريره، وديما كتلقى كيرش الملحه ولا كيدفل هنا ولا ما كيكبش الماء سخون. بغيت نقول لك بلي هادشي ما عنده حتى شي علاقه بالدين ديالنا، وبلي الله سبحانه وتعالى مرارا وتكرارا في القران قال لك بلي ما عند الجن والعالم السفلي باش يأذيك نهائي. بحال مثلا في سوره الحجر الايه 42 من بعد ما ابليس بدا كيتوعد الله سبحانه وتعالى وكيقول له بلي غادي يغوي الناس كاملين وغادي يجرهم معاه لجهنم، الله تعالى باش جاوب قال له: ان عبادي ليس لك عليهم سلطانا الا من اتبعك من الغاوين. يعني دائما الله كيحاول يوصل لنا بلي راه مستحيل ياثر فيك العالم السفلي ولا يأذيك ما عدا الا انت سلمتي راسك ليهم ومشيتي عنده. ما علينا، نرجعوا للسؤال ديالنا، علاش الجنون والشياطين كيشوفونا وحنا ما كنشوفوهم؟ غادي نحاول نشرح لكم هذه المساله بواحد الطريقه بسيطه واللي عندها علاقه بالابعاد. عندنا ورقه، هذه الورقه فيها جوج ديال الابعاد واللي هما الطول والعرض. غناخذ هذه الورقه اللي عندها جوج الابعاد وغرسم فيها جوج ديال الشخصيات. عندنا الشخصيه ا والشخصيه ب، بما ان هاد الشخصيات عايشين في واحد العالم ثنائي الابعاد، هذا هو العالم ديالهم واللي هو المساحه ديال الورقه. في الوقت اللي حنا الانسان عايشين في واحد العالم ثلاثي الابعاد، يعني عندنا بعد واحد زايد اكثر من هذا. هما عندهم غير الطول والعرض، حنا عندنا الطول والعرض وحتى الارتفاع. وهذا البعد اللي عندنا زايد غادي يخلينا نشوفوا الشخصيه ا والشخصيه ب في الوقت اللي هما مستحيل انهم يشوفون، حيت باش يشوفوني غادي خصهم البعد الثالث واللي هو الارتفاع. حاولت نبسط الفكره قدر الامكان، والا ما فهمتيهاش مزيان غير عاود اللقطه وغادي تفهم. ونفس المنطق اللي طبقناه علينا حنا مع الشخصيات او ب هو المنطق اللي وقع لنا مع الجن والشياطين ولا حتى الملائكه. ما كنتميوش لنفس الابعاد، والاجسام ديالنا والامكانيات اللي عطينا الله سبحانه وتعالى مقيده ومحكومه بهذا العالم ثلاثي الابعاد. يعني فين ما يجي شي واحد يقول لك راني شفت جن ولا شفت كذا ولا شفت كذا، عرف باللي هذاك الشيء غير خرافات وخزعبيلات وما عمرك ما تعمر راسك به. حاولت نجاوبكم على اكثر الاسئله اللي كتضر بنادم في راسه بواحد الطريقه بسيطه وميسره باش تفهمها وما عمرك باقي تسول عليها مازال. كنتمنى من الله انني نكون قدرت نوصل لك الافكار كيف ما عندي في راسي. وإلا عندك اي تساؤلات ولا شي حوايج مبرزطينك في راسك غير خليهم ليا في كومونتير، وغادي نبقى كل مره نجمع 3-4 ديال الاسئله المهمه وندير عليها فيديو. الفيديو ديالنا غادي يسالي هنا، كنتمنى تكون استفدتي. الا وصلتي معايا في الفيديو حتى لهاد اللحظه كنبغي نقول لك شكرا بزاف. ما تنساش دير معاك واحد لايك سبسكرايب وتفعل الجرس. وإلا كيعجبك هذا النوع المحتوى ما تنساش تدخل القناه، غادي تلقى بزاف الفيديوهات اللي انا متاكد غادي يعجبوك. كان معكم محسن شاهر، تهلاو.